نبداو بشنو هو السبب اللي يخليهم يجوا سيختو في الليل؟ علاش؟ خاطر حنا كيفاش لازم نعرفوا كي نرقدوا في الليل المسك تاعنا تاني يكونوا في حاله راحه. كي يكونوا في حاله راحه لا طاي تاعهم صغار شغل يتقلصوا هكذا يكونوا ديتوندو يعني فوالا ما يكونوش في حاله استرخاء ما يكونوش فليكسيبل كيما كيكونوا بعد الاحماء مثلا ولا لي زيتيرمون يكونوا يقدروا يديلاطاو ويولوا تاعهم الحجم بسهوله مي كي نرقدوا يكونوا شغل حابسين هكذا في بلاصتهم دونك حنا كي نكونوا راقدين وماناش فايقين نديروا هذاك الموفمون بروسك يعني نعطو كما نقولوا امر للمسكل تاعنا باش يدير حركه كبيره بارابور للحاله اللي راهو فيها هو دونك يتشنج كيما نسموها ليبر اكسيسابيليتي دو مسكل يعني المسكل هذاك رانا نكسيتيو اكثر من اللازم على بها يحكمونا سيغتو في الليل يعني هما ما يكونوش واجدين باش يديروا هذيك الحركه اللي المطلوبه منها باكو باكو كاين اسباب اخرى واش درنا في النهار نقدروا في هذاك النهار كنا ديزيدغاتي ما شربناش بزاف الماء والمسكل تاعنا يسحق الماء دونك لو فات لي كور تاعنا يكون ديزيدغاتي يقدر يجونا لي مسكل في الليل حاجه واحده اخرى كيفاش جوزنا نهار ثاني لا كنا هذاك المسك تاعنا دار بزاف لي زيفور في هذاك زعما مشينا بزاف ولا وقفنا سورتو وقفنا بزاف ولا قعدنا بزاف دونك كي المسك نخلوه في اون بوزيسيون اكس يعني ثابته فيها الوقت طويل يحكموا هذوك لي كرامب الداء تاعنا لا كان فقير من واش يسحق المعادن اللي يسحقهم العضلات تاعنا المراه الحامل كذلك تعاني من مشكل تشنجات عليها بس هذاك البيبي يضغط حنا على بالنا بالبيبي يضغط على كل شيء يضغط على لي ستوما يضغط دونك سي نورمال المراه الحامل تحس بهذه التشنجات الناس اللي عندهم بريز دو بوان يعني يكونوا زايدين في الوزن هذاك الشحم تاعهم يضغط على العضلات يضغط ماشي غير على العضلات يعني الدم يولي ما يجوش كيما لازم هو حنا العضلات تسحق تدفق الدم الكافي باش يلحق لها المغذيات يتسحقهم باش يكون العمل تاعها مثالي كيما لازم نعم نقص بعض الفيتامينات ايضا قد يسبب تشنج اكيد قد يسبب تشنج الفيتامينات والمعادن الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم هادو كامل مهمين جدا باش العضلات تحافظ على باش تكون سليمه دونك على بها قلت للناس اللي راهم يحكمهم في الليل بالك المشكل ثاني يقدر يكون في التغذيه وكاين ناس اللي يعانيو من قصر العضلات ناتشورالمون العضلات تاعهم تكون قصيره علاش لازم يديروا بزاف لي زيتيرمون يديروا سبور باش يطولوا هذيك العضلات تاعهم دونك الناس اللي يحكوهم لي كرامب ثاني في الليل يقدر يكون عندهم هذا المشكل قصر العضله وين لازم يمارسوا الرياضه باش يتخلصوا من هاد لي كرامب اللي يكونوا متكرره